في نفس اليوم فرنسا غتواجه استراليا في الساعة 8 ليل توقيتي المغربي. هذه المجموعة اللي فيها تونس يقدر نقولوا على انه مجموعة صعبة. تونس تواجدت ما يسعفش فتش القرعة باش تواجد في المجموعة التالي. دنمارك فرنسا واستراليا من الفرق اللي يمكن ان يعني تقول الكلمة ديالها مونديال. هاد على حسب التجربه ديالي الواضحه يعني الجميع اللي منظم المعزز يعني هاد المجموعه يعني هي عندك مجموعه لان